السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو إناس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول أن الشيخ محمد بن هادي المدخلي سطال لسانه في أعراض أهل السنة طعنا وتحذيرا؟ أقول حسب ما علمت وحسب ما يعني سمعت، بل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله أطال لسانه في أهل البدع وأهل الضلال نصيحة للإسلام ونصيحة للمسلمين وإبراء للذم، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى على الإسلام والمسلمين بمثل هؤلاء الناصحين لما استبان للناس الحق، ولما عرفوا طريق الهدايا الهداية، ولما حذروا طريق الغواية. فمثل الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي وأمثالهم وإخوانهم وطلابهم الذي يقومون بمثل هذه الأمور جزاهم الله خيرا، يصنعون بذلك جميلا من النصيحة ويقدمونها عليهم غرمها وللناس غلمها. فمثل هذه الأعمال ينبغي أن تذكر وتشكر، وينبغي أن يشاد به وبإخوانه وبمشايخه وبتلاميذه الذين يقومون ويمشون على هذه الجادة. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الشيخ محمد بن هادي ومشايخ السنة الكبار أمثال الشيخ ربيع والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أهل العلم الكبار، نسأل الله لنا ولهم الثبات وحسن الختام والصحة والعافية، وأن يجعلهم حسكة في حلوق أهل البدعة وأهل الضلال، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين، وأن يجزيهم خير الجزاء كفاء ما قاموا به من النصيحة ومن الزف عن الإسلام والمسلمين وكشف أهل البدع وفضحهم وكشف أهل الضلال والتحذير منهم. ونسأل الله لنا ولهم العون والتوفيق والهدى والرشاد والسداد. نعم، أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.